المشاكل اللي كاينه مرافقه لهذا الشيء ديال التعويضات اللي تتعلق بالعمال الاجراء اللي تم التسجيل كما قلتي في الاول عن طريق الحزمه ديال الحرفيين. دابا كاين مشاكل، كاين اللي تسجل سي ان اس اس باش يتعوض هو كاجير مقاوله حرفيه. طيب كاداره كنعتبروا هذا دور ديالنا حنا نخرجوا عند الناس هذه المقاربه هذه باش ننزلوا شي حاجه، راه ماشي نجلسوا في بيروتنا ونقول لك راه القانون هذا خصنا نجيو عندكم باش نشرحوا لكم كاع ما غادي يديروا وكنفتخروا بهذه المساله كمغرب. اذا اللي عنده تشطيب بزاف ديال الاسئله طاحوا عنده، اللي دار تشطيب راه ما غيبقاش ملزم انه يؤدي وبالتالي ما غيبقاش عنده تغطيه صحيه. اللي عنده تشطيب ولا اللي كيهضر عن تشطيب ولا اللي جاب تشطيب يعني ما يمكنلوش ما غاديش يبقى يؤدي حيت شكون اللي كيشطب عليه؟ راه ماشي الدار الاجتماعي سي الاداره ديال اللي مكلفه سي الوزاره، حيت انت ملي كتمشي للمندوبيه وتعطيك شهاده ديال التشطيب راه المندوبيه راه ماشي غير كتعطيك ورقه، راه المندوبيه كتدخل داك التشطيب في واحد الفيشي هذاك من بعد كيجينا الضمان الاجتماعي. واخا تجي عندنا وحنا كنبداو معاك التشطيب ولكن المساله كنفيريفيو من الوزاره، راه ماشي غير اي ورقه تعطاك شي واحد راه مشى، راه كاين مسائل قانونيه. عبد الرحيم رئيس غرفه الصناديق ديال جهه الرباط الصناعي قنيطره. اليوم كما حضرتوا الدوره ديال فبراير اللي اهم نقطه فيها هي الحساب الاداري، ولكن تميزت اليوم هذه الدوره بالحضور ديال المدير الاقليمي ديال لا سين اس اس اللي جا اعطى توضيحات حول المشاكل اللي كيعاني منها الصناع التقليديين تجاه هذه المؤسسه، واعطاهم توضيحات حول الاعفاء اللي تدار اليوم للصناع التقليديين في هذا الشيء ديال التغطيه الصحيه، واعطى واحد العدد ديال التفسيرات. الحمد لله وراه اقتنعوا اليوم الاعضاء وراه نتمنوا ان شاء الله يوصلوا هذا الشيء هذا للصناع التقليديين ديالهم. كذلك حاولنا نبسطوا كاع المشاريع ديال الغرفه ديال 2024 ان شاء الله، وكما لاحظتوا راه تصوتت عليها بالاجماع. كان بعض التجنجات اللي هي انا كنعتبرها تجنجات خاويه ولزرع الفتنه. بعض الاعضاء الله يهديهم كيحاولوا يبخسوا عمل الغرفه في حين انكم شفتوا التقرير ما بين الدورتين كيفاش دار وكيفاش المشاريع اللي دارت، والحمد لله كونا 2000 صانع تقليدي. درنا معرض في نيروبي الحمد لله اللي كانت واحد معرض هائل وناجح بكل المعايير، هذا كيوصلنا على صاحب جلاله الدبلوماسيه الموازيه وخصوصا في دول افريقيا جنوب جنوب. واليوم كنتمنى ان شاء الله باش الصحافه توصل الصوت ديالنا وتوصل كل ما تقوم به الغرفه باش ما يبقاش السطائيون يوصلوا الاخبار الزائفه المغلوطه على الغرفه ديالنا. شكرا. رجاء العروس اللي كتعرفوا ديال 10 ايام الاخيرة في رمضان اللي اليوم ولا وطني ولا معروف وطنيا، اللي كتقدموا فيه واحد العدد ديال الوصالات اللي كنشجعوا فيها القفطان، كنشجعوا فيها البيع ديال اللباس التقليدي الى اخره. المهم غيكون ان شاء الله مهرجان في المستوى بالاشاره باش توصلوا حتى هذا الخبر. ان شاء الله راه عندنا مهرجان القفطان ان شاء الله في اديس ابابا في اثيوبيا، غيكون ان شاء الله في نفس المعايير ونفس سميتو ديال المهرجان ديال كينيا نيروبي، وغنزيدوا ان شاء الله نتغولوا ان شاء الله في افريقيا كيبغى لنا صاحب جلاله الله الدبلوماسيه ثم الدبلوماسيه الموازيه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.